ليست هذه الحرب الوحيدة التي تواجه المواطن اليمني، فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية تبدو هي الأكثر تأثيراً على يوميات المواطنين اليمنيين. فالمواطن صدام يخوض مواجهة يومية على هذا الرصيف محاولاً الانتصار على الواقع المعيشي المرير. وضع معيشي كارثي أصبحت معه ملامح الإنسان اليمني مطوية بالبؤس والقساوة نتيجة للارتفاع المستمر للأسعار والانهيار المتسارع للعملة المحلية. فثمة تساؤلات تتردد في أذهان هؤلاء عن غياب الدور الحقيقي للحكومة جراء ما يتعرض له اقتصاد البلاد. انهيار العملة وارتفاع الأسعار أديا إلى عزوف المستهلكين عن شراء المواد الغذائية الأساسية والاكتفاء بمواد يومية بسيطة يصارعون من خلالها من أجل البقاء في الحياة. على الرغم من إعلان الحكومة والبنك المركزي عن حزمة إجراءات يتخذها لإيقاف انهيار العملة وإصلاح الوضع الاقتصادي، غير أنها تصريحات لم تطبق حتى اليوم، وهو ما يعني المزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي في البلاد. صالح مبخوت لقناة سهيل، مأرب.